في كنوز؟ ما في ذهب؟ كيفكم حبايبي؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. وهذا الفيديو حبايبي طبعا نحن جينا بمارسين على جنة جهنم. هذا محل كتير كتير حلو عبارة عن مغارة. فحبايبي طبعا جينا على أعمق حفرة في الكرة الأرضية. أعمق حفرة في العالم. قبل ما نبلش بهالفيديو لا تنسون اللايك شير سبسكرايب لك ورانا كلاب بابور جعبالي يجيبهم مثل ما كنت هداك بالأم حبايبي. هلأ كمان نصل على جنة جهنم لازم نطلع كل هذا. فيلا طبعا حبايبي التجربة اللي نحن نقوم بمارسين كثير حلوة. طبعا لا تأثرين كثير محلات حلوة هون. صحنا إذا هالشي مرة جيت لهون تجوا على المحلات. أنا هون عاملين مصعد بنزل بالمصعد. هلا طلعنا نشوفها من فوق ونزلنا لتحت. وين أكبر حفرة في العالم؟ يا خالي وين أكبر؟ ليك وين؟ هاي؟ هلا هاي؟ هون حبايبي هون هاي هون اسمها جنة وجهنم. فاللي بدي جنة والنار يعني هاي اسمها المنطقة. فحبايب اللي بدي يروح يحترق مع خليتي علينا على النار هلا. يلا هاي النار هون جهة النار هذا يعني لتحت هلا حبايبي ما حد يعين لتحت. تحت في ازاز وكثير عالي. طبعا حبايبي هون اللي بده يجي لازم يلبس نظارة شمسية كمان لان هون النار كثير حامي. بس ما في اي نار. ما في اي نار. دخل الجسر روحوا جوا. ما بخبر. هلا هاي الحفرة كبيرة بس ما أعمق حفرة. طبعا هون العلي في 1 كيلومتر 100 كيلومتر وحابب ينتهي ريدي طبعا اليوم. طب إذا سطينا الطاية لا زيزة لا هلا رايحين على طرف الجنة. حبايبي اللي بدي يدخل معي على الجنة طول حياتي حطمنا لايك شير وسبسكرايب. شوف كتير وفي نزلات الحمد لله جبنا مي. ننزل 452 درجة لحتى نوصل لتحت. شوفوا يا صار الثاني هذول حاطينهم اذا طبط لك شي حاجة ما تزعل. يا اخي الحكومة الحكومة عم تشتغل. طبعا هلا راح نوصل على هون منطقة الجنة. جو برودة أعمق حفرة في العالم.
حبايبي هون كانت من 2000 سنة كنيسة. طبعا في هون الحيطان. كان كل هالجبال وهالهاي موجودة تبنى تحت الطريق هاي. أنا بقول ما موجودة. يقول الله أعمق حفرة في العالم. يلا حبايبي هلا إذا بدنا نطلع خالد بس هون كتير كتير برد. مثل اسمك جنة يعني كتير برد. لا لا هاي اسمع جنة احنا من لا بس يلا طبعا هاي احمق حفرة في العالم. من نفوت لجوا؟ فوت فعلا يا جماعة اسمع عم سمى هون جنة وهنيك الجهة جنة مضبوطة هون صنع رامان هلا وصلنا لعمق حفرة لسه في تحت هلا خلق هلا هيك الجبل شوف المناظر يا جماعة يعني حبايبي تخيلوا وين كنا وين صرنا هون ما في كنوز؟ ما في ذهب؟ بنضل نحفر للصبح للأكل هيك بنكون وصلنا لنهاية الحفرة هاي الجنة؟ شوفي ها هاي الجنة جو شوفي هون طبعا يا جماعة مثل ما شفتوا هلا هون أعمق مغارة في العالم في الكرة الأرضية جينا عليها بمرسين في تركيا هاي المنطقة كثير حلوة هون برد يعني برا الصيف نار وشتاء جنة جهنم